ما عرفتش انام طول الليل. ليه بس يا احمد؟ نفسي في اكله صحيه، شاورما عربيه وبطاطس مقليه، فجات لي فكره جهنميه، اجيب نص كيلو من ايه وش الفخده ونبدا نقطعهم كده استربات حلوه، ننزل بيهم في بوله مع توابل شاورما. انا بستخدم توابل فاو سيكريت الاصليه، معلقتين من الخل وزبادي علشان الدنيا تطرى، وعلى بقى ما ترتاح على الاقل نص ساعه هات بطاطسايه واقشرها بالشكل ده واقطعها نصين، والنص اقطعه ربعين، والربع اروح جاي مقطعه سلايسز بالشكل ده، والسلايسز اللي قطعناها نحطها فوق بعض بالتساوي ونقطعها كده، وكده البطاطس بتاعتنا جهزت. نروح جايين بقى ايه حطينا في ميه وخل وملح كده جميله، ونسيبها على الاقل ايه نص ساعه كده تشرب من الايه التتبيله، ونديها سلقه 3 دقايق، نطلعها اهم حاجه نصفيها من الميه بتاعتها تماما، الصينيه فيها معلقتين زيت، نروح جايين حاطين البطاطس ورصينها وندخلها الفرن حوالي 3 ساعة. وعلى ما تستوي جهزت الطحينه، طحينه مع ليمون مع خل مع تقليب لحد ما يجمد، نروح جايين مضيفين ميه وتوابل فوز سكرت الاصليه للطحينه وكده جهز. ويلا نعمل العيش، كوبايه من القمح الكامل، ربع كوبايه من الدقيق العادي بتاعنا، ملح وشويه زيت زيتون وشويه عسل اسود، ونروح جايين مقلبين كده مع شويه ميه ولبن لحد ما القوام يكون معايا كده، نبدا نقطعها ونفردها، ورحت جاي مسويها كده على حل على النار عادي جدا. واسمع لي الصوت ده كده، البطاطس جهزت. ننزل بتوابل فلو سيكريت للبطاطس او اي توابل يا جماعه للبطاطس، ويلا نبدا نسوي اللحمه اللي مفيش اسهل منها. نسيبها كده تبدا تنزل الميه، وكل ما تنشف نزود ميه، كل ما تنشف تزود ميه لحد ما تستوي، نروح جايين حاطين كده شويه ملح مع الخضره بتاعتنا وبس كده، احلى شغل. وصفه ما تاخدش ربع ساعه شغل. يلا نرص البطاطس عليها الباربيكيو شيدر لايت، يا سلام على الحلاوه. العيش ده حسيته ناشف شويه، فجات لي فكره نفس المكونات اللي استخدمتها عملتها سايبه وزودت عليها شويه حاجات، لو عايزين الطريقه قولوا لي، بس حسيت ده طري جدا على الشاورما. ويلا بينا نرص بقى الايه الطحينه مع الشاورما، ابدا لفها كده. وعملت بقى ايه، دلعت نفسي عربي على الشاورما الصاج العادي على البطاطس. بقول لكم ما عرفتش انام غير لما نعمل الاكله الحلوه دي. نبدا بالبطاطس، البطاطس دي صحيه، مش قادر اسيب الطبق من ايديا يعني، فاهمها حلوه وخفيفه واقتصاديه. تنجرب كده. ايه ده يا ابني، ده الوصفة دي ننافس بيها المطاعم، أنا ما أعتقدش إن الوصفة دي تنفع في البيت يعني. يعني ودي بقى الشاورما العربي، الله الله عليك يا أبو الفوز، والله أستاذ، والله أنا عامل عيشين مختلفين، ده العيش الأولاني نديله فرصة في الطحينة. العيش الأولاني حلو بس ناشف، العجينة السايلة اللي أنا جربتها دي حاسسها حلوة قوي، بص واخدة التاتش كده والحرمشة. في بواقي الطحينة، العيش التاني ماشي أكتر مع الشاورما، سوفت قوي. أنا الصراحة لأ، عارفين بقى أنا ده البطل والله العظيم، بطاطس في الفرن ده بيدوب في البق يا جماعة، وكده الواحد ينام وهو مرتاح. صباح الخير.